الجامعة المستنصرية ترحب بكم وتفتح أبوابها للتقديم للدراسات المسائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023. أهلاً ومرحباً بكم طلابنا. يسمح بالتقديم للقبول في الدراسات المسائية أولاً خريجو الدراسة الإعدادية للفرعين العلمي والأدبي في جميع الكليات وفقاً للحدود المعلنة. ثانياً خريجو الفرع المهني تجاري صناعي ومعهد سياحة للقبول في كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياحية وبمعدل لا يقل عن 60%. ثالثاً 10% من الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة للدراستين الصباحية والمسائية للقبول في كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياحية، القانون والآداب. رابعاً المعلمون المستمرون بالخدمة للقبول في كليتي التربية والتربية الأساسية. خامساً الموهوبون في مجال الإعلام للقبول في قسم الإعلام في كلية الآداب. سادساً خريجو الدراسة الإعدادية فرع الفنون للقبول في كلية الآداب قسمي الفلسفة وعلم النفس، كلية التربية قسم الإرشاد التربوي، كلية التربية الأساسية قسمي التربية الفنية الإرشاد التربوي، وقبول الأبطال في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة. الكليات التي فتحت أبوابها للدراسة المسائية: الهندسة، العلوم، القانون، الإدارة والاقتصاد، الآداب، التربية والتربية الأساسية، العلوم السياسية والعلوم السياحية، وكلية التربية البدنية. طلبتنا الأعزاء، استمارة التقديم للدراسة المسائية موجودة في الرابط أسفل الشاشة. الجامعة المستنصرية، مستقبلك نحو النجاح.